مع بقية الأبراج مين بيحب ان هو يتعامل معاه ومين ما بيتفقوش خالص مع بعض؟ خلينا نقول ان السرطان يتفق جدا 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 ولازم يقابل برج الجدي. تمام. السرطان والجدي بيتقابلوا، السرطان والعذراء بيتقابلوا، السرطان والثور بيتقابلوا، وطبعا السرطان والحوت. اوكي. السرطان والاسد لازم يتقابلوا، الولد والبنت او البنت والولد، سواء من هنا او من هنا. في البدايات بيبقوا متفقين جدا جدا جدا، بس لو دخل طرف ثالث الدنيا العلاقه بتبوظ. اوكي. او لو ارتبطوا او اشتغلوا مع بعض العلاقه تبوظ، لان اي برجين ورا بعض ما ينفع، يعني مش مستحب ان هم يتجوزوا ويشتغلوا مع بعض. يبقى في اربع حيطان مقفولين عليهم، بيحصل مشاكل مع انهم على وفاق جميل جدا جدا ومتفاهمين جدا، لكن ما ينفعش نقفل عليهم اربع حيطان. برج والسرطان والقوس برضو بيتفاهموا كويس جدا 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 جدا. حلو. طيب قول لنا كده بقى.